مشاهدي قناه شعب انا تمام مرحبا بكم في البث المباشر مباشره من ملعب البشير مدينه المحمديه. كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام في اللحظات يعني مقابله الفريق الوداد الرياضي ونادي اتحاد تورقه. كما كنتم معنا الجماهير الوداديه ما لقاتش كيفاش تدخل التيران. كنتم معنا في اللحظات انهم دخلوا يعني الناس طلعوا فكروا انهم طلعوا العماره ديال السطح. هي كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام يعني طلعوا العماره ديال السطح باش انهم يتفرجوا. هذا هو الوداد الرياضي، هذا هو حب فريق الوداد الرياضي. كما كنتم معنا عدد كبير من جماهير الوداديه اللي طلعوا فوق عماره ديال السطح يعني باش انهم يتفرجوا في المقابله ديال الوداد الرياضي واتحاد تورقه. كما كنعرفوا ان مقابله اتحاد تورقه اللي كانت جرى في 11 بين فريق الوداد الرياضي ونادي اتحاد تورقه، فعدد كبير يعني عدد قليل من جماهير الوداديه اللي ما عرفناش انهم ما استطاعوش يدخلوا التيران ولا انهم هما حبوا انهم يدخلوا يطلعوا العماره. يعني بزاف ديال الناس يقدروا يقولوا ان هاد الناس ساكنين تما. لا اخويا هاد البلاصه كنظن ان باقي مساكن فيها حتى شي واحد. يعني عدد كبير من الجماهير اللي جا هما طالعين يعني طلعوا فوق سقف ديال العماره باش انهم يتابعوا المقابله ديال فريق الوداد الرياضي ونادي اتحاد تورقه. يعني كما قلنا مقابله حارقه، مقابله قمه كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام. فعدد كبير من الجماهير، عدد كبير من المشجعين، عدد كبير من العاشقين ديال فريق الوداد الرياضي اللي جاو الملعب البشير لمدينه المحمديه اللي قدروا نقولوا انهم طلعوا فوق السقف ديال فوق السطح ديال العماره باش انهم يتابعوا مقابله الوداد الرياضي. هذا الى الودل كيدل على حب الفريق، حب الجمهور الفريق ديالو، عشق الوداد الجماهير ديالها. كما كنتم معنا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تي مباشره من ملعب البشير لمدينه المحمديه، مقابله قمه، مقابله حارقه بين الوداد الرياضي واتحاد تورقه. كما كتشوفوا عدد كبير من الجماهير الوداديه اللي طالعين يعني فوق السطح فوق السطح ديال العماره من اجل المتابعه ديال المقابله بين فريق الوداد الرياضي ونادي اتحاد تورقه. كما كنتم معنا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تي، فهذا هو حب الوداد، هذا هو العشق ديال الجماهير الوداديه للفريق ديالها. خلاك انك تطلع فوق السطح ديال العماره وتتفرج. يعني ما عرفناش يعني كما كنتوا معنا مشاهدينا الكرام يعني عشرات من الجماهير اللي دخلوا قدروا نقولوا انهم طالعين السقف ديال سطح عماره باش انهم يتفرجوا في المقابله ديال الوداد، باش انهم يتفرجوا يعني في الحب ديالهم للوداد الرياضي. ما منعوش باش انهم يطلعوا يعني ويتفرجوا ويشاهدوا المقابله ديال فريق الوداد الرياضي ونادي اتحاد تورقه. كما كنتوا معنا مشاهدينا المتابعين يعني عدد كبير من الجماهير يعني عدد ولو على قلتهم. فاحنا كنعرفوا ان ملعب البشير يعني ممتلئ عن اخره بالجماهير الوداديه، الا واننا كنشوفوا يعني في اللحظات يعني حتى من يعني السطوح ديال العمارات اللي في جنبات ملعب البشير حتى هما الناس طالعين السطح وكيتفرجوا، طالعين السطح والسطوحه وكيتابعوا مقابله فريق الاحمر ضد فريق اتحاد تورقه اللي قدروا نقولوا نتيجه المقابله لحد الان صفر لمثليه، تعادل سلبي، تعادل لا يخدم يعني المصالح ديال الفريقين، خصوصا ان فريق الوداد الرياضي ملزم انه ينتصر في المقابله ديال اليوم وينتظر النتيجه ديال الفتح الرباطي والنتيجه ديال نهضه بركه والنتيجه ديال الرجاء والنتيجه ديال الجيش الملكي. اللي بغى انه ينافس على احد الادوار الطلائعيه باش انه على الاقل يلعب كاس الكونفدراليه الافريقيه، واخا ان المهمه صعبه. يعني كما كنتم معنا مشاهدينا المتابعين يعني عدد كبير من الجماهير الوداديه، عدد كبير من لي وينرز. يعني كما قلنا ان هو الملعب يعني ممتلئ عن اخره، ولكن كنشوفوا يعني جنبات ديال الملعب العماره يعني حتى السقف ديالها السطح ديالها عامر بالجماهير الوداديه اللي قدروا تاءوا انهم يجيو ويتابعوا المقابله ديال فريق الوداد الرياضي ضد اتحاد تورقه بطريقتهم الخاصه، يعني بواحد النكهه خاصه يعني باش تفرج من السطح ديال العماره. الاخوان يعني راه باش تجيك الفكره باش انك تطلع سطح عماره وتفرج. فبرافو على هاد الناس هادو يعني كما قلنا كيحبوا فريق الوداد، هادو كيعشقوا فريق الوداد الرياضي. كما كتشوفوا معايا مشاهدينا المتابعين يعني جنبات ملعب البشير نقدروا نقولوا ان عدد كبير ديال الجماهير الوداديه اللي حاضرين بقوه. يعني نقدروا نقولوا ان فريق الوداد الرياضي اللي قدروا نقولوا انه صعيب الحال، صعيب باش انه ينافس على البطوله الوطنيه، صعيب باش انه يفوز باللقب ديال البطوله الوطنيه هذه السنه هذه. يعني كما كتشوفوا معايا مشاهدينا المتابعين يعني مباشره من ملعب البشير بمدينه المحمديه. يعني كما كتشوفوا كما كنتم معنا مشاهدينا الكرام ولو على قلتها عدد كبير من الجماهير يعني يشوفوا معنا يعني طلعوا السقف ديال السطح ديال العماره باش انهم يتفرجوا. يعني كما كتشوفوا معايا مشاهدينا المتابعين يعني مقابله حارقه، مقابله قويه يعني بين فريقي الوداد الرياضي ونادي اتحاد تورقه. يعني هذو هما الجماهير الوداديه اللي حاضره على قوتها بكل قوتها بكل عناصرها. الوداديين حاضرين هنايا الملعب البشير من اجل المتابعه ديال فريق الوداد الرياضي ضد نادي اتحاد تورقه. الا يعني كتشوفوا يعني هادو هما الجمهور اللي كيتفرجوا في التيران، وهادو هما الجماهير اللي كيتفرجوا من فوق السطح ديال العماره من اجل المتابعه والمسانده والتشجيع ديال الفريق ديالها ضد نادي اتحاد تورقه. يعني كما كتشوفوا معنا فالملعب كما قلت لكم مشاهدينا الكرام ممتلئ عن اخره. فانتم كتشوفوا يعني ملعب ممتلئ عن اخره، والبعض يعني من الجماهير تما كيتفرجوا هذا كيدل على الحب ديال الوداد، حب فريق الوداد الرياضي، حب الجمهور الفريق ديالها. الى ولاو مشاهدين قناه شعب قناه شوف تي في نكتب هذا القدر على امل نلقاكم باش مباشر اخر. شكرا ولا